رح نحكي اليوم عن المرضى الغير مفضل انهم يصوموا. هلا المرضى بشكل عام، المرضى القلبيين غير المستقرين هن من المفضل انه ما يصوم، مثلا مرضى قصور القلب او مرضى نقص التروية القلبية غير المستقر او غير المعاوض، بمعنى المرضى اللي بيتعرضوا لألم صدري او زلة تنفسية او لهتة على اقل جهد او على الراحة، فهدول يعتبروا غير معاوضين ومن غير المفضل انه يصوم. رقم 2، المرضى اللي بيكون عندهم اصابات اكليلية حادة، احتشاء عضلي قلبي حاد او خناق صدر غير مستقر او عامل تداخل قلبي حديث، فهدول من المفضل انه ما يصوم. مثلا يكون عامل قسطره قلبيه من المفضل انه ما يصوم، لانه لازم له ايماها جيده خلال النهار وخلال الليل. طبعا المرضى اللي بيكون عندهم اصابات صماميه شديده وغير معوضه من المفضل انه ما يصوم. المرضى اللي بيكون عم بياخذ علاج دوائي ولا يمكن انه تقسيم علاج دوائي خلال خط، فهدول من الغير مناسب انه يصوم، لانه بنحرمه نحن من جرعه العلاج الدوائي اثناء النهار. المرضى اللي عم بياخذوا مميعات وخصوصا الوارفارين من المحبذ عدم الصيام مشان عدم التعرض للتجفاف بشكل مهم. المرضى اللي بيحتاجوا ايماها بشكل جيد من المفضل عدم صيامه. كمان المرضى اللي يكون لهم اصابات او عوامل خطوره متعدده مثل ارتفاع التوتر الشرياني او السكري او القصور الكلوي، فهدول من المحبذ جدا انه ما يصوموا، وقد يكون الصيام فيه خطورة عليهم. المرضى الغير قادرين على تحمل الصيام، يعني المريض اللي بلش بالصيام ولكن ما استطاع يتحمل الصيام، صار تظهر عنده أعراض سريرية، كمان هذا من المفضل أن يتوقف عن الصيام. المرضى العرضيين وخصوصا اللي بيصير عندهم دوخة أو بيصير عندهم اضطراب توازن، فهدول من المفضل أنه ما يصوموا. بشكل عام المريض المستقر القادر على تحمل الصيام ممكن، ولكن المريض الغير قادر على التحمل أو غير المستقر أو غير المعاوض، فهدول من المفضل أنه ما